اليوم راح نتكلم عن الغدة الدرقية. مشاكل الغدة الدرقية مشاكل كثيرة صراحة، من ناحية القصور أو من ناحية فرط في النشاط. وبإذن الله تعالى راح نذكر في كل الطرفين الأعراض وطريقة العلاج وكيف ممكن نكتشف هذه الأمراض. هي مهمة أن احنا نكتشف هذه الأمراض المتعلقة بالغدة الدرقية بطريقة أبكر وشكل أبكر، لأن في بعض الأمراض لازم نعالجها أبكر، وإذا ما عالجناها أو تأخرنا فيها قد تأثر سلباً في النمو وفي النشاط العصبي، وفي مشاكل كثيرة إن شاء الله راح نتطرقها في حلقتنا اليوم. بالنسبة للقصور في الغدة الدرقية ممكن تصير معانا حتى من بعد الولادة. عسب شيء إحنا في توصيتنا للكشف المبكر للأمراض الوراثية للأطفال، التحليل اللي نعمل إجباري لكل الأطفال أثناء الولادة موجود معانا فحص الغدة الدرقية. مهم جداً أن إحنا نكتشفه من وقت عسب يتم العلاج بطريقة أبكر. سبب ليش يحدث معاي أو في هذا الطفل في هذا السن بالذات ممكن يكون عيب خلقي لا سمح الله، تكوين الغدة غير طبيعي، فيؤثر أنها ما تنتج معانا هرمونات الغدة بشكل صحيح. هذه هي المشكلة. ممكن يصير معانا التهاب في الغدة الدرقية في البالغين وفي الإناث وفي الذكور، ما يفرق معانا يعني ذكر أو أنثى، فهي عامة وشاملة بشكل عام. ومن الأسباب أيضا الأخرى اللي نعتبرها قد تكون نادرة لحد ما، اللي هو مهاجمة المناعة للغدة الدرقية. في بعض الأجسام المضادة تهاجم الغدة الدرقية، تأثر عليها وتسوي لنا خمول في الغدة الدرقية. هي ممكن تسوي خمول، وفي مرض آخر يسوي لنا نشاط، بس راح أركز حاليا أنا على الخمول. فهي تأثر على الغدة الدرقية، تحطمها، بالتالي تفقد نشاطها الغدة الدرقية، ونسميها احنا عادة بالمصطلح الهاشيموتو ثايرويداتيس، اللي هي التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو اللي اكتشف هو هذا المرض. فهذا طبعا محتاج متابعة ولا علاقة كثير بأمراض مناعية تأثر على الغدد كالبنكرياس وغيرها. فلما أنا اكتشف هالمرض لازم انتبه على الأمراض الثانية وتابع المريض بالطريقة الصحيحة. في أسباب لها علاقة بأمراض جينية مثل متلازمة الداون أو بعض أمراض جينية أخرى. يعني سبحان الله هذه المتلازمات عادة على سن معين يصير معاهم قصور بالغدة، وأعراض الغدة الدرقية ما راح تبدأ يعني مرة واحدة، راح تحدث بطريقة تدريجية للشخص. فممكن في البداية يصير نوع من الكسل، نوع من التعب، نوع من الاكتئاب الخفيف، حاس الشخص أنه ما قادر يستوعب، ما قادر يركز، الإدراك شوي يتأثر، حاس ببرودة في الجسم، ممكن يصير نوع من الإمساك لأنه يأثر على حركة الأمعاء. وغير هالشيء بالنسبة للإناث يصير عندهم نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية، فهذه ممكن تنبهنا أن الشخص يعني مصاب بخمول في الغدة الدرقية. إحنا نعتبرها طبعا مشكلة كبيرة، لأن إذا تخيلنا سواء كانت الذكر أو الأنثى صار معها مشكلة أو خمول في الغدة الدرقية وما قدرت تكتشف هالشيء وبدت الأعراض تزير معها، فلما نتخيل الممارسات وحياتنا اليومية، إذا واحد يسوق بالشارع ما ينتبه على الإشارة الحمراء أو حاجات ممكن تكون بالنسبة لنا حرجة أو حادة تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله، فمهم جدا إحنا نلقط في مثل هذه المواضيع مشاكل خمول الغدة الدرقية. وغير المشاكل اللي ذكرناها، يأثر بعد خمول الغدة الدرقية على نسبة الدهون في الجسم. فنلاحظ لما يكون معانا خمول نشوف أن نسبة الدهون في الجسم تصير بزيادة، فهذا يأثر طبعا على الشخص ويعتبر الشيء طبعا ضار، لأنه لا سمح الله ممكن يأثر لنا على الجلطات ومشاكل الأوعية الدموية. طبعا لو شفنا الفرق ما بين الذكور والإناث، نسبة الإناث المصابين بخمول الغدة الدرقية تعتبر أكثر، وممكن حتى أن النشاط الزايد على حسب الدراسات للإناث مايلة أكثر. سبحان الله تدخل فيها أسباب عديدة، من الأسباب لها علاقة بالحمل والولادة، لأن عادة تخمل الغدة أثناء فترة الحمل. في بعض أنواع الأجسام المضادة اللي يفرزها الجسم بسبب الجنين، يعني أن تحمل الجنين تأثر على الغدة الدرقية، تسوي لنا حاجة من الخمول بالنسبة للأم الحامل حتى ما بعد الولادة ممكن يستمر هذا الشيء. فمهم جدا أن نتابع الموضوع. وبشكل عام هي ميالة أكثر إلى الإناث، ولكن لا يمنع في شريحة معينة من الذكور يصابون بمشاكل خمول الغدة الدرقية. فنشاط الغدة الدرقية يصاحب مع أعراض كثيرة، منها التسارع في ضربات القلب إلى حد ممكن أن الشخص يتعب وينتهي فيه المطاف إلى
غرف الطوارئ في المستشفيات. وغير المشاكل الأخرى، فرط في نشاط الجهاز الهضمي مصاحب مع إسهال، ضعف العضلات بشكل عام، والإحساس بالحرارة أو يحس أن الجو حار بالنسبة له. نلاحظ في بعض الناس اللي عندهم مشاكل في قصور الغدة أو زيادة نشاط الغدة، يكون عندهم تضخم في أو بروز في الرقبة، هو نفس المكان تواجد الغدة الدرقية بطريقة ملفتة. يعني ممكن أي شخص جنبك يلاحظ أنه في انتفاق غير طبيعي في الرقبة، فيبعث القلق والشك أنه شو ممكن يكون. هذا يستدعي أنه ممكن أنت تزور الطبيب وتعمل تحاليل متعلقة بالغدة الدرقية. وسبحان الله ممكن تكون هاي أول علامة وأنت مش منتبه فيها أن في بداية مشكلة معاي بالغدة الدرقية. وحابة بعد أنوه عن موضوع التضخم الغير متماثل، يعني ألاحظ جهة اليمين أكبر عن جهة اليسار، أو في بروز معين أكبر من جهة الأخرى. هذا بعد يستدعي أن نحن نزور الطبيب بوقت أبكر لنطمئنان أن هذه التضخم الغير متماثل ما له علاقة بأورام أو مشاكل معينة.